In the region shown in figure, there is an electric field due to a pointed charge located at the center of the dashed circle. The arrows inside the magnitude and direction of the electric field at the locations shown. طبعا ادي الالكتريك تشارج هنا وكل الخطوط الالكتريك فيلد داخله عليها على طول هي سالبه. بيقول وات ذا ساين اوف ذا سورس تشارج، ده من غير كلام احنا قلنا الخطوط الالكتريك فيلد تدخل على النيجاتيف تشارج وتطلع من البوزيتيف تشارج. في البارت بي بيقول ناو ا بارتكل هوز تشارج از ماينس 7 times 10 to the power minus 9 كولوم is located or placed at position P. Well, what is the direction of the electric force on this charge؟ عايز الالكتريك فورس بس بيقول what is the direction بس ما طلبش القيمة بتاعتها بكام. هو احنا عندنا الفورس بيساوي الماينس وبيساوي الـ E في الـ Q أو الـ Q في الـ E. طيب هو عايز بس الـ Direction، بس إحنا عندنا Electric Field كده وكده، آدي الـ E X مثلا وده الـ E Y ومفيش حاجة في اتجاه زي اللي خارج من الصفر. لو عندنا شحنة موجبة تمشي مع خطوط الـ Electric Field، لو عندنا شحنة سالبة يبقى الـ Force هتمشي كده، يبقى F X و F Y. هو بيسألني رايحة فين؟ أقول له left and down، بس دي الإجابة. في البارت C بيقول لي the electric field at position at location B has the value، مديني ال value ده الإلكتريك فيلد. What is the unit vector of E؟ طالب ال E هات اللي هو اليونت فيكتور. عندنا 2000 و2000 هيبقى 2000 و0 على الجذر التربيعي لألفين تربيع زائد 2000 تربيع، يعني 2000 جذر 2، يعني 2000 على 2000 جذر 2 واحد على جذر 2 اللي هو 0.707 أو 0.71 في اتجاه الإكس و 0.7 واي يعني في اتجاه الواي وزيرو. طبعا يونت فيكتور ملوش وحدة. في البارت دي بيقول لي what is the electric force on the charge. نطبق القانون ده مرة تاني بس نجيب بقى القيمة. فالفورس هتساوي الكيو بتاعتنا ماينس وبعدين طالب اليونت فيكتور الالكتريك فورس، فعايزين هي الماجنتيود بس، فمعناه ان هنقول 7 × 10^-9 دي الشحنه والالكتريك فيلد 2000 و2000، خلينا نقول كده 2000 و0 واحط الماينس هنا اطلع ماجنتيود واطلع كمان اتجاه. طب 7 × 2 7 × 10^-9 ضرب 2000 هيساوي سالب، طبعا في سالب 1.4 × 10^-5 في اتجاه الاكس نفسها، 10^-9 في اتجاه الواي او الجي وزيرو، طبعا ده كلنا بنيوتن. وات ذا الكتريك فورس بيسالني بس عموما كده، خلاص جبتها له كفيكتور. في الاي بيقول لي وات ذا يونت فيكتور اوف ذا الكتريك فورس. اليونت فيكتور يعني عايز الاف، طبعا ده اتجاه، عايز الاف هات ده زي ده فيبقى على جذر 2 على طول، يبقى نفس الاتجاه ده بس بالماينس، يبقى ماينس 0.71 وماينس 0.71 وزيرو ملوش وحده.
ليه الفورس اختلفت عن الاي؟ الاي اتجاهها موجب، لو كان عندنا شحنة موجبة كانت الفورس خدت نفس الاتجاه، الشحنة السالبة تخلي الفورسز عكس الاتجاه، فطلع سالب وسالب. طبعا هو سالب في موجب، داني سالب وسالب، لما اقسم على الماجنتيود، الماجنتيود ما فيهوش سالب، فالإشارة تفضل موجودة. دي إجابتنا.